يوم انتظره الجميع هنا، الطلبة والأساتذة إلى المدارس حيث مكانهم الطبيعي للتعليم. جميع رياض الأطفال ومدارس المراحل الأولية في تركيا فتحت أبوابها إما على مدار الأسبوع أو يومين على الأقل، ضمن تصنيفات خاصة وضعتها وزارة التعليم للولايات. دولتنا بكل مؤسساتها تصدت للوباء بشكل مشترك. وزارة الصحة طبعا تصدرت طليعة هذه المؤسسات وكان لها دور كبير. اليوم بدأنا عملية التعليم وجها لوجه مع وجود عدد من القوانين والتدابير بالتعاون مع أولياء الأمور وضمن توصيات وزارة الصحة أيضا. طبعا هدفنا هو العودة بشكل كامل ومستمر للمدارس، ويمكن لذلك أن يحدث فقط بتكاتف جهود الجميع. إرشادات ومجموعة تعليمات تطبقها جميع المدارس لطلبتها وأساتذتها على حد سواء، من ارتداء الأقنعة إلى المحافظة على مسافة اجتماعية، وانتهاء بمنع دخول من هم خارج سلك التعليم لمنع تفشي أي عدوى في حال تسجيل إصابة جديدة. عودة الطلبة إلى المدارس تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات أعلنتها السلطات التركية للخروج من حالة الإغلاق الجزئي بعد تراجع معدلات الإصابة بشكل عام ومضي البلاد في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا. تحاول تركيا إعادة تنشيط جميع القطاعات التجارية بشكل تدريجي، لا سيما تلك المتضررة من الإغلاق، لكن دون المساس بمسار مواجهة الوباء. أصحاب المقاهي والمطاعم شملتهم العودة أيضا للسماح لهم باستقبال زبائنهم بأوقات محددة أيضا. مهمت تشاكماك يأمل تعويض خسائره جراء الوباء. عشنا صعوبات كبيرة جدا بسبب تفشي وباء كورونا، هناك إيجار المحل والتكاليف والالتزامات المالية، اضطرنا لبيع الكثير من الأغراض من البيت لسداد الديون، نتمنى أن يتحسن الوضع. حققت تركيا تقدما في مسار التطعيم العام ضد الوباء بعد أن وصلت أعداد المتلقين للجرعة الأولى من اللقاح أكثر من 7 ملايين شخص، إلى جانب قرابة 2 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية، أرقام تزداد بشكل يومي. يقول المسؤولون إنها تساعد على تسريع عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد. أحمد سعيد، RT عربي، اسطنبول.